نيجي لبرج الثور. برج الثور ست وراجل الفترة دي عندهم حالة جديدة في حياتهم، يعني اللي عنده لو حد متجوز وكان في فراق هيرجعوا لبعض، المتجوزين اللي عندهم فراق في عندهم رجوع، اوكي، واللي ما عندوش حد في حياته في حد جديد دخل اوريدي في حد في حياته، والعلاقه دي هتكمل، يعني هتحصل بخطوبه، تحصل بجواز، في حب. بس مشكله التور ست وراجل ان هم مش جرأة، دايما خايفين، دايما بيحبوا نفسيهم اكتر، دايما بيخافوا على نفسيهم اكتر، دايما مش عايزين هم اللي يبتدوا، دايما مستنيين الطرف التاني هو اللي يبتدي، اوكي. وبنصحهم دايما برج التور بالابراج المائيه، الابراج المائيه معاهم حلوه جدا جدا جدا، اللي هو الحوت، السرطان، العقرب، واكتر حد ينفع مع برج التور الحوت والسرطان، يعني لراجل التور مناسبه جدا ليه جدا ست الحوت والسرطان، اوكي، وبتبقى علاقه ناجحه جدا وبيحصل فيها جواز واولاد وعلاقه ناجحه جدا اكتر من العقرب شويه، اوكي. نيجي لست التور، بقول لها الفتره ديت حاولي تجري، او حاولي فكرك يكون اسرع من اللي انت ماشيه فيه، لان عمليا وعاطفيا الدنيا عندك حلوه جدا جدا، والصعيد المادي برضو عندهم حلوه جدا برج التور. بقول لهم ما تخافوش، لان هم دايما بيحسبوها، او دايما الاحداث اللي حصلت لهم الكام سنه اللي فاتت مخلينهم ماشيين بيحسبوا كل خطوه بيعملوها. فبقول لها السنه دي عندكم حلوه جدا جدا، وفي سفر وفي ماده، ماديا الدنيا عندهم لطيفه، وعمليا وعاطفيا، يعني ما يخافوش على نفسهم خالص، بس هم اللي يتحركوا ويسعوا لاي حاجه عمليا او اي حاجه عاطفيا، لان الدنيا ماشيه حلوه جدا عندهم.